عيد وناغسان دا وضيال كل عام وأنتم بخير. مقالدة تورونتو هي دالكا كندا هيا وحا لغو قبطي حفل دا آدو بلاران هو لغو سو دوي عيد بركيسان عيد الفطرقة. مساجد دواوين سومالي دوليدا هي مقالدة تورونتو هيا وحي سو أبابولين قبو آدو واوين ولغو قبطي سلاة دا عيد وحان سو بحدا في قدهان بمسلمين تا دالكا كندا هو هرمود كيهين سومالي دا مغالا دا تورونتو اي دالكا كندا كوداقان سومالي دا هو كول اي دالكا كندا غراهان مغالا وين تن تورونتو مساجديو آدو فربادان ولا لساي انتي كدن بيساي بربوركي دالكا سوماليا ايا قدهان با وحا كموقان اي سومالي دا دالكا او دادهين اي ساعرورتا هاوينكا اي وليبا دادكا دادا وحاد ميل فوغا كسو راعي سي تكبيرتا او عود دير كوب حيسي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله علماد واوين سومالي دا هيا ايقونا وحي كسو جيدية قدبضوه ايقو تلقلين عيدا بركيسان عيد الفطرقة هدبا بهدا سومالي چانالي دالك كندا هيا صلاة عيدا وحانو كسو تكني مسجد كوين مسجد الحكمة اللو يقان دار القرآن او يساقو اه مسجد كرعان بحاي حفظين تا قرآن كريم كأه أوبد كيرير إي سومالي ذي كنا قن دلكن وحا مسجد كا دار القرآن سو بوحدا فيي ددوينها سومالي ذي قرهان كو الدقن قلبيت كمقالة تورونتو شيخ عبدقاني فارح مرسل او إمام كا مسجد كا حكمة إلو يقان دار القرآن يا وحو قد بد او أخري قدهان بدد كي كبانكم كقاري اي مسجد كتو كذي سوغو دد كان كبوري اي إن لحوجي الدين تا إسلام كا إسلام مركانا لقرب إستاقو قد همبا ضدك إسلام كا هي كل باطي سندافها الدنيا صاحبها تهلكه فإذا كانت محقرات الذنوب والدوام عليها تؤدي أن الإنسان يؤخذ بها وأنه يهلك بها فما بال كبائر الذنوب التي يرتكبها الناس إخوة الإيمان والإسلام في رمضان تعودنا استماع القرآن وإن القلوب المؤمنة تشتاق في مثل هذا المقام أن تسمع الجمل التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم جمل الإسلام من الحلال والحرام وما ينبغي أن يكون عليه المسلم ألا فصلوا فإن هذه جمل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المعصية الله سبحانه وتعالى أخرج بها آدم من الجنة بمعصية واحدة وعصى آدم ربه فغوى فما بال الرجل يعصي الله اليوم واليوم ويداوم على معصية الله سبحانه وتعالى رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها فينبغي على المسلم أن يحذر هذه المعاصي وإن من المعاصي إخوة الإيمان والإسلام قطيعة الرحم والإساءة إلى الوالدين والأذى إيصال الأذى إلى الناس في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم فينبغي على المسلم أن يحذر من هذا وأن يصل ما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أطيع الله بشيء أعجل بالثواب من صلة الرحم وما شيء أسرع في عقوبة المرء من البغي وقطيعة الرحم وإن اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع فينبغي على المسلم أن يبتعد عن هذه المعاصي التي قد تؤدي إلى الهلاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وإن من أعظم الأعمال في مثل هذه الأيام صلة الرحم والإحسان إليهم والتواصي بالخير ومنع الأذى عن الناس وبذل المعروف وصنائع الخير ينبغي على المسلم أن يتصف بها
في كل زمان وفي كل مكان، وهي من أهم الأمور في مثل هذه المناسبات، مناسبة السرور والعيد. ينبغي على المسلمين أن يزيلوا الشحناء والحواجز التي أقام الشيطان بينهم، وإن خير ما يزال بهذا الكلمة الحسنة، يقول الله تبارك وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إخوة الإيمان والإسلام، ينبغي على المسلم أن يصل رحمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسع له في أثره فليصل رحمه. والله سبحانه وتعالى توعد قاطع الرحم فقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ألا فصلوا أرحامكم وأحسنوا إلى الجوار، وانشروا الكلام الخير الطيب، الكلمة الصدقة، الكلمة الطيبة صدقة. وإن مما ينبغي أن ينبه عليه في مثل هذا المقام حسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. الأخلاق الحسنة أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، فينبغي على المسلم أن يحسن من خلقه. يقول عبد الله المبارك رحمه الله تعالى: الخلق الحسن هو كف الأذى وبذل المعروف، طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، وأن يحتمل من الناس ما يكون. فينبغي أن يكون في وجهك بسمة وطلاقة لإخوتك المسلمين، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. وكذلك ينبغي أن تكف أذاك عن الناس فلا تؤذي أحدا من المسلمين، وكف الأذى وبذل المعروف من الصدقة والكلمة الحسنة والخير تنشره بين الناس. فهذه الأخلاق الحسنة إخوة الإيمان والإسلام هي أثقل شيء في ميزان العبد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكرمكم وأقربكم عندي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم خلقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وخياركم خياركم لنسائهم وأنا خيركم لنسائي. فينبغي على المسلم أن يتصف بهذه الأخلاق الطيبة في كلامه، في أعماله، في حركاته وسكناته. وقد قال الله تبارك وتعالى في معرض حديثه عن وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهذه أخلاق الإسلام إخوة الإيمان والإسلام: رحمة ورأفة، تواضع وحسن معاملة، كف الأذى، الابتعاد عن ظلم الناس. فهذه الأشياء ينبغي على المسلم أن يتصف بها في كل أحواله وفي كل حركاته وسكناته. أيها الأخوات المسلمات، أوصيكن بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصيكن بالمحافظة على هؤلاء الصلوات التي افترضهن الله سبحانه وتعالى عليكم فتؤدونها في أوقاتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي العمل أفضل، قال: الصلاة على وقتها. فينبغي أن تحافظ المرأة المسلمة على الصلاة وعلى أن تؤديها في أوقاتها. وأوصيكن بالحياء، هذا الحياء الذي يبعث أن يحفظ الإنسان رأسه وما حوى وبطنه وما وعى ويجعله يذكر الموت والبلى، هذا الحياء الذي يجعل من المرأة المسلمة تهتم بحجابها فتستر كامل جسدها دون أن تكشف شيئا من جسدها أمام الرجال الأجانب، هذا الحياء الذي يميز المرأة المسلمة عن المرأة الفاجرة من اليهود والنصارى وغيرهم. فينبغي أن تحافظ على هذه الأخلاق، أخلاق الإسلام في كلامها، في معاملتها مع الآخرين، في حيائها. هذا الحياء
الذي زال أثره في هذه البلاد التي نحن فيها. ألا فحافظي على دينك وحافظي على الأخلاق التي دعا إليها الإسلام. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أوصيك بالإكثار من الصدقة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصدقة فإن كن أكثر أهل النار. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء أكثر أهل النار وأن الله سبحانه وتعالى لا يدخل أحدا النار ظلما وإنما ذلك بكثرة المعاصي والذنوب وأعظم ما يطفأ بالمعاصي والذنوب هي الصدقة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ألا أدلك بأبواب الخير؟ قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة والصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء الحطب أو النار. فلذلك ينبغي أن تكثر المرأة المسلمة من الصدقة على الفقراء والمساكين والأيتام والمحتاجين حتى تنجو من هذا الوعيد وهذا الخبر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ألا فحافظوا على أعراضكن ولا تأكلوا لحوم المسلمين. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود في سننه وأحمد في مسنده يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخدشون بها وجوههم وصدورهم فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم هكذا عقابهم رجالا كانوا أو نساء. فينبغي على المسلم أن يكف عنه لسانه فإن المرأة يؤاخذ بلسانه. إخوة الإيمان والإسلام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الإسلام والإيمان وأن يجعلنا من خلص عباده. قوموا فصلوا أرحامكم وارسموا البسمة في وجوه المسلمين وتعاونوا على البر والتقوى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمة الحق والدين وانصر عبادك الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر خير يعز فيه أهل طاعتك ويتوب فيه أهل معصيتك ويمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام به حدودك وشرائعك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا لكتابك. اللهم تقبل منا بقبول حسن إنما يتقبل الله من المتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كدبنا تلفزيون كصومالي شانل هيا وحو فرصات سيئي دادكي إيوكو كسو قيب غليتو كشادة صلاة دا مبارك وحان هالكم كسلام يا وحان كسلام يا دادكا ددوينها مسلم كنتا او ادون كتشوغا لما ما سلام يا عيد مبارك ما انتو وامالين عيدة وحان اذا وفر حسنها انا هالكم كسلامو لما دادك مسلمين تا ميل كستا اتشوغان عيد مبارك عيد مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما امد الصومالية دو اسلام كاميل كستا اتشوغان بوحان ليا هي عيد مبارك غارهان دادك انيغا صاحبة دانا هيا ميل كانا هي قبي اهان تود ميل كستا اتشوغان با او ريسو ادي إنا محمد السمنتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. آد أيان حال دها أن أغفر أحسن هاي إن أنا وكفى إذا سنية فرصة أي السيسي إذا عاد سومالي شانل إذا سومالي شانل تي في inaan waxa la dhaahay halkan ka salaamo hanbaliyada ciidana halkan uga diro
طمان هيلدي إذا كلا دوان كلا جوجا ودن كي سوماليا نورد أمريكا إيه يوروب طمان رير قرنة إيوه إنت أي دلين إيوه إنت أصحابه أو قرنة إيوه مدى مسلمين تهودن عيد مبارك يا يعني الله يهند ماتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عيد مبارك dadko idil waxaan salaamayaa oo dunka weyn ciid mubaarak ah leenahay ma ciidada ku ciidna alxamdulillaah barakallahu assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh dhamaan jaaliyada soomaaliyeed meel walba ay ku nooshahay ciid mubaarak kullu aam wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum saalih al-a'maal khaasatan waxaan salaamayaa dhamaan ilmasiidiin xarsan nur meelaha adduunka kala joogan hooyada xasin abdulla gootaale bacadween joogta abdullahi xuseen sumayo faayso مريان عائشة حمزة دمانتي وين السلام يا عبد الرحمن عبد القادر كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دما وحسلام يا أمد المسلمين تا خاصة أمد الصومالية ملك ستيتشو جنبه وحان سلام يا أهل كيجي يا غراب ضي وكوك النول نرجيس الصومالان يو عرقابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير نمان وحا انتك سلامة يا أمد الصوماليات ملك سيجوغان وحانا لها عيد ونكسن قارا هان آدم عقال فاميلي ملك سيدوية كجوغان عيد ونكسن السلام عليكم مقاعي ونفسي له عيد ونكسن عيد موارك ملك سيجوغتين دادك الصوماليات دادك السلامك أو حان لها عيد موارك عيد موارك جزاك الله خير السلام عليكم السلام عليكم وحانا لكم أنا مقاعي يا عبد الحكيم waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan umada islaamka gaar ahaan umada Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa kull caam wa antum bi khair jazakallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa halkan ka salaamayaa dhamaan muslimiinta oo ciidey samaanta anagu halkan joognaa masjidul hikma halkan juhdi weyn oo ramadaanka ayaa ka socday muxuu ahay ilaahay naga aqbalo ramadaankeenni iyo muxuu ahay salaadeenni iyo waxa soo dhana allah naga aqbalo ummadda islaamka oo dhan meel walba ay joogaan waa ciid ayaan maanta dadkaas ayaan farxad la qaybsanaynaa ilaahay ma aragti farxad iyo reyn ramadaanka kale nagu soo geli inta aan maanta ciideenni noo dhibaato haysato muxuu ahay xabada ka kordhacayaan ilaahay ha ka qaado السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحن إلى إمام هذا سكال سبحانه وتعالى نوصق ريمان تتئنا كنت كنا عيدي وبشر رمضان إن شاء الله تعالى أنك دم ماتي وحن رنتي عن ربنا مسج أدرا ضدك مسلمين تمان تمارك سيكون نوليهين وحا دعي كرتا ضد بضان إنسان مانتي تأسي تشانس وإن عيدان أبن الدراديس marka insha Allah ta'ala waxaan leenahay walaalaha muslimiinta meel ka soo joogtiin kullu aam wa antum bil khair waxaan meesha tan tahniidad iyo salaan aan ga diraya usradeedii dhamaan oo adduunka dacalisa kala jooga waxaan ilaahay ciid mubaarak kullu aam wa antum bil khair walaalaha Soomaali jannana aad ayuu mahadsanahay shaqada ay qabtaan jaalada Soomaaliyeed sagala khair assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh taqabbalna ta'atakum eidakum mubarak عيد وناكسن وحان وهم بلينا يا دمان جماعة مسجد الحكمة يو ولا لها مسلمين تا مقالة تورنتو كنا ولو إذل ساسوك لجميع المسلمين مسلمين تو إذل ميرو بإيجوغان وحان لي عيدكم مبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات إلهي سبحانه وتعالى هاي نغا أقبلو صيامك إي قيامك إي عماش صالح هذا هيدي مسلمين تو أي سميين دمان الله كأقبلو عيدكم مبارك ومسجد الحكمة ايو ويان معركتي ماشي عن اذا كلا حد الله ايو مال العيد مقالة تورونتو جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان هل كان كالسلام ايا دمان ومدى اسلام كا ميل والبو اي جوكتو وحان سيقارة السلام ايا ومدى الصوماليات وان كا ايماني وان الهي اقبر يا سبحانه وتعالى ايا انتان فضل غالي oo muslimiinta dhana ay iideen inuu Ilaahay iidan iyo iideeda kale nabad iyo barwaaqo ku gaarsiiyo gumaysiga iyo dhibka iyo dagaalka iyo qabiilka Ilaahay uu ka saaro bogoodana burcad uu isu mariyo hoggaan caadil ahna Ilaahay uu dhiibo
oo daryeela diintooda iyo dadkooda iyo iimaankooda iyo caqiidadooda ilaahayna nabad uu noogu celiyo waddankanagi waxaan kaloo ilaahay u baryayaa ummadan islaamka halkan joogta ee Soomaaliyeed inuu ilaahay mideeyo sharafteeda soo celiyo awlaadeeda uu xafido ilaahay iimaan iyo diin uu nagu nooleeyo fidnada iyo sharka iyo muxuu ahaay dhibaatadana uu naga badbaadiyo waxaan mahad u celinayaa idaacaddan TV-ga Somali Channel baan mahad u celinayaa sida sharafta leh oo ay noo xurmeeyeen oo noogu imaadeen masjidka Daarul Xigma iyo Daarul Qur'aan oo ah masjid ku caanbaxay inuu dhalinta Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta uu waxbaro ilaahay korka ha ka dhigo arintaas oo ilaahay uu nagu fadlilay Shaac Cabdiqani Mursal Faarax oo ah nin aad diinta ugu taagan oo tiir u ah ilaahayna waxaan oga baryaynaa in asaga iyo waalidiintiisa iyo qaraabadiisa iyo ehelka iyo waalidiinta iyo inta halkan wax ka barataba uu ilaahay janno ugu bishaaray miisaankiisana uu ugu kaba dadaalka uu ku jiro aniguna ardaydan ka mid ahay haddee ninka ardayda ugu weyn odayaashana ugu yarbaana kelmaddaas adoo kelmaddaydi aad waxaan u salaamayaa dhammaan ardayda iyo xufaada iyo macallimiinta ragga iyo dumarka oo dhan aad baan u salaamayaa waana ku faraxsanahay maalintan sharafta leh oo ilaahay uu na waafajiyey taqabbal allahu minna wa minkum aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مغايغه وحسن شق علي اذن كمدا ارديدا وحكو برت مدرسه دار القران الحكمه وحتهنيت قاسه ودريا شعب دي غني مرسل فرح حفظه الله وحا امه الاسلام كمل كستو جوغان عليه كل سنه وانتم طيبين سنه كا سنه كي سنه وحرجنا ان شاء الله دلكنا iyo dadkeena oo barwaaqo iyo nicmo iyo walaaltinimo ay maaragtay ka dhaxeeyso inaan ku kulano insha Allah channelka Somali channelna aad buu u mahadsan yahay fursadan qaaliga uu ii siiyay waxaan salaamayaa dhamaan saaxiibteeda intay jecel ee inta i taqaan muuq iyo maaragtayba maqal assalaamu alaykum assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh عيد مبارك مقعيق وحا مصطفى مقعيق وحا مصطفى وحا هي student from دار القرآن مسجد الحكمة وحا ربانا سلامة ولا لهيقة يا هاي ديدا يا بهيقة يا شيخيقة يا كل مسلمين تا عيد مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا اسمي خالد محمد علي وأنا من طلاب دار القرآن في مسجد الحكمة تحت الشيخ عبد الغني مرسل حفظه الله وأنا أهني الأمة الصومالية والأمة الإسلامية في كل العالم بعيد مبارك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل سنة وأنتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقة وحمزة عيد مبارك وحن سلام يا ويدي فاطمة جعفر أو كايرو كشتو يا أذركي أحمد أو مانشستر كشتو عيد مبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم بقعيقي خليل محمد علي واي وحا سلامة my cousins in England and Egypt وحدها عيد مبارك السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسم الله يسبح له فيها بالغضو والآصال محمد عبد الله حسن تلفزيون كعالمي صومالي شانل قلبيتك مقالة تورنتو